متابعة ام تي في لايف واتس كوكينج مع شيف شربل. اذا بتشوفوا شو محضر انجريدينتس ممكن تحذروا، مش عم جرب ما عم بقدر ولا احذر، شو معقول تكون محضر؟ خير يا طير، بونجور. بونجورين. شو عملنا اليوم؟ سي ديمونش. وي ديمونش، وي في لحمه وهيك وخبصه و شتوي. وش ايه ايه شتوي اكلنا اليوم بامتياز. اكله اكلتين رح نعمل، رح نعمل الاكله الاساسيه اللي هي الستيك هاشي، اللحمه المفرومه ملفوفه ببيكون، مثل ما رح كفي مع على ميشيل انه عم نعمل عم نستعمل كمان اليوم الزبده. في زبده بالموضوع، جد اكل فرنساوي يعني في زبده بالاكل. رح نعمل لها صوص جبنه ايمونتال، جبنه ايمونتال دايبه. كثير حسيت حالي بفرنسا بس نقول ستيك هاشي. اصلا انا بتذكر الاولاد بفرنسا صح ما بيطلبوا الا ستيك هاشي دغري. بتعرفي انه هالاكله الطيبه، هلا نحن اكيد عاملينها رول، رح نحشي بقلبها، نحط عنق كرات، رح نلفها، رح نرجع نلف البيكن مثل ما شفتي موجودين هلا هون. انا اوريدي محضر منهم، هلا بنعمل ديمونستراسيون كمان على الهواء كيف لازم تنلف كيف لازم تنعمل. وعندنا الاكله الثانيه اللي هي بدك تقولي لي كوكيز كوكيز كوكيز، عملي شيء اكثر من الكوكيز اليوم. بكي كيزانا هلا اول وصفه بكي. عاملين اليوم كوكيز كوكيز، عن جد عامل كوكيز اليوم. عامل لك اطيب من الكوكيز، عامل لك ولا كانت تزبط الكوكيز. عامل لك فوندون، خلصت بكي كيزانا. عامل لك فوندون على بينات باتر. يا ويلي اطيب من الكوكيز مع البينات باتر. هلا بدي اقول لك شيء، انا ماني كثير فان للبينات باتر، بس في مره دقت عندك كنت عامل شيء مع بينات باتر، ولكننا نحذر انه في بينات باتر بالوصفه. ما بعرف اليوم قد ايه رح تكون عاطيه طعمتها. رح يكون فيها طعمه، بس مجرد ما تخلطيها مع الشوكليت يلي ما كثير بحب البينات باتر، الشوكليت هو اللي بيعطيك هالتويست الطيبه مع البينات باتر. لا انا من محبي البينات باتر. لا اليوم رح ادوق. بنتي بتوافقك على الموضوع. ايه هلا ناخذ وحده معنا على البيت. على مش البيت، على الغداء. مش رح على الغداء صح، يعني على الغداء مش رح ناخذ لهم بهودي. يلا بالفخاري. شو حضرت اوريدي شربل هون؟ انا اوريدي هون حاطط حطيت هون البينات باتر، حاطط انا بينات باتر وتشوكلت على النار، يعني حاطط 130 بينات باتر، حاطط معها 80 دارك تشوكلت، وحاطط معها 80 زبده. اوكي مدوبينهم هون على النار تنعمل هلا هالخفقه. بدها 4 بيض، 100 سكر، 70 طحين. هلا بنخلطهم مع بعضهم، بنعمل هذا الميلانج، بنسكبهم بالفخارات، بنفوتهم على الفرن، بيطلع معنا. كيف وقتها تعطي هول المقادير بالجرام؟ ما بفهم شيء. 100 يعني كبايه؟ حسب شو في بقلبها، اذا ليكيد بدي، اذا ال 100 يعني نص كبايه، السكر مثلا بيزين 100 130 تقريبا الكبايه. مش هناك على طول بنفضل لبس. خلص خلينا بالجرامات، ميزان افضل شيء ديجيتال صغير، ميزان صغير بيمشي حالك في احسن شيء، خاصه للدسر ضروري يكون كله على ميزان، مش بالكوب. على ميزان ديجيتال صغير ونرتاح من هالهم. تكرم عينك تكرم عينك. يلا رح نبلش هلا هون شغلنا. شوي صغيره. يلا رح نفرج المشاهدين كيف رح نعمل البيف رول، اللحمه المفرومه. اكيد هلا الجارنتير طبعا نحن عاملين بطاطا حلوه حاطينها بالفرن مع توم بقشره، ورح نعمل معها شامبينيون، اشالوت، كرات وزعتر. هيدي الجارنيتور يلي بنحط اللحمه على وجهها. قلت لك الاحد اليوم، مع انه مش لازم خربينا اليوم، لانه خربينا هون و بالبيفيه بعد شوي جميل. يلا او بس انت بتطبخ وبتفل؟ انا بطبخ وبفل. يا حرام. يلا رح نبلش نعمل هالستيك. مثل ما شفتي اللحمه المفرومه على طول لازم دلنا مسكرينها ناعمه، صح، لازم دلنا فيها فات، لازم دلنا مسكرينها مزبوط. ليه؟ لانه دغري بتصير لونها رمادي اللحمه لما يضربها الهواء. مش غلط اذا صار رمادي، بس اكيد ما فينا نتركها ستيك هالشيء كثير ثقيل، يعني بدك تستعمليها بذات النهار على طول لتاني النهار. اي لحمه عم نستعمل؟ هلا عم نستعمل انا شربي. عم بستعمل انا وجه فخذ، لمجرد ما عم بعمل شيء ستيك هالشيء بعمل وجه فخذ غنم. اي بخلط معه شويه غنم اذا بدي، او بخلط معه وجه الفخذ هو غنم؟ لا وجه الفخذ بقر. بقر مش البقر. في هون بلبنان مروج كثير تخلطي البقر مع الغنم مع بعضهم. انا بفضل لا، بفضل بقر نستعمل الفات تبع البقر، غنم نستعمل الفات تبع الغنم. أوكي. يعني تكون اللحمه هي زيتها. اوكي مزبوط. سو افضل حتى الفات تبع البقر كطعمه ما بيزنخ مثل الفات تبع الغنم. معناتها هون عندنا فخذ مفروم مع الفات تبع البقر، يعني عندك كيلو لحمه 150 فات.
على طول 15% لازم تكون ما تتعدى ال 15% انت ما تطلع دلعه. هلا انت من كل عقلك انا اذا قلت له هيك لزوزو كفتجي يلي بيبعث لي اللحمات بدي اقول له احط لي زوزو حط لي كيلو لحمه مول معروف مع 150 جرام رح يرد علي برايك؟ بلا بيعملها مجبور يعملها زوزو ما لانه اول شيء ما في يقول لك لا مش رح يرد ما في يقول لك لا. هلا رح احط فوقه هون كعك انا اصلا زوزو انا بنزل بعمل مباراه انا وياه بالفرن بتعرف هيك بس كون معصبه من حدا بدي افرمه بس بفرم اللحمه عندي. الله يساعدك يا زوزو تحيه لإله قال نتالي ان شاء الله تنقضى عند زوزو بالملعب زوزو اي لاف يو انت وجيهان على فكره باي ذا واي لكن شو حطينا كعك وملح حطينا كعك ملح بهار ابيض بس ما بدي شو بيقولوا ما بدي خبص فيها كثير للحمه لانه ليه بهار ابيض مش بهار حلو بحب البهار الابيض بهار الحلو على طول لتكون عم تشتغلي باكل عربي البهار الحلو نحن معروف عندنا انه بهارنا الحلو هو بهار حلو عربي للاكل العربي اللي بنستعمله بدنا نميز بالبهارات على طول نقول بهار اسود مش معناتها بهار اسود في بهار اسود العربي اللي نحن بنستعمله يلي بنحطه للرز على الدجاج بنحطه للخروف بنحطه لهودي الامور في البلاك بيبر الاسود الحري نحن بنستعمله البوافر مولي يلي بنستعمله نحن للستيكس لهودي الامور هون فينا نستعمل البوافر مولي اكيد انا بفضل على طول اشتغل بالبهار الابيض لطالما في اكله عندي تكون كثير فيها مطيبات دهن. يعني عرفتي يعني مثلا رح لفها ببيكن رح احط بقلبها الكرات سو بفضل لا خليها تدلل اللحمه شويه خفيفه يعني بنحطها بنعملها قلت تقريبا بحدود ال 100 جرام الحبه بنسكر عليها هيك بنطبسها بالايد ما بدنا مثل انا عم نعملها برجر اوكي زوزو 100 جرام اوكي حبيبي 100 جرام ايد زوزو زوزو ايد ايد الله يساعدك بعد هالاكله لانه ما راح لحق عليا لا لا مثل شو بتحطي الكرات عنق كرات بقلبها مثل ما هو بنسكر عليه هيك اوكي بنسكرها مثلك انا عم سكر الكبه النيه الكبه قراص سوري بنسكرها هيك من الميلتين سكرت مزبوط بتاكد منها انه سكرت 100% نرجع بنمدها هيك على الايد صار عندي هالشيب الاوفال صارت دن هلا شو بنعمل؟ بنحطها خليها هون بنلفها بعد شوي بالبيكن عن ان بيكن اثنين اثنين بحطهم هيك حد بعضهم بنحطها لوقه عليها لا لازم تشوفوا بكب الابره بتسمع رنتها هون كله مركز ما الله عليكم شو مرك يا ريت دائما هيك شارب خليك عنا بالاستوديو خلص خلص يا ربي عم يحفظ عم يقيدوا شباب نهار احد يعني لا ما بنعرف شو تعمل افي عليهم جاي مش بس بالدواق كمان بيركزوا على الطبخه ليه رح تعملها كزانه بالبيت اكيد يعملوا كزانه بالبيت اصلا كزانة اول مين هون عملنا قد ايه نص كيلو لحمه شيف هيدي نوع كيلو لحمه تقريبا بحدود ال 100 يعني كيلو كيلو شوي ما عرفت اي بيطلعوا تقريبا اوكي يعني بحدود بدها تكون الحبه بمعدل ال 100 120 بتكون توب رح احطهم هيك حد بعضهم هلا نحن فينا نقليهم انا بفضل قليهم بالاول صح اوكي ليه تاخذ هالبيكن الكروت من برا بتصير كريسبي اللحمه من جوا سوفت واخر شيء سيربريز يلي هي طعمه البوارو الكرات ما فينا نخبرك قد ايه طيبه بقلب اللحمه لانه كثير بيلبقوا لبعضهم رح نحطهم هيك هلا حد بعضهم لابقين ماتشينج اكل طيب وليكي شو حلو هذا الاكل يعني ما فينا فينا حتى على العيد الميلاد نعمل هيك اكل سامبل هين سريع بدل بيعطي نكهه وبيعطي يعني بلا شو اكيد وطيب وهين انك عم تاخذي حبه دغري هينه لتنقص هينه لتتاكل ما تتلبكي عملتي مثلا جيجو بياخذ معك كثير وقت او عملتي داند عم تاخذ كثير وقت هلا اكيد عم نحكي هذيك لحمه هذيك دجاج بس فينا نعمل هذه الريفرنس دجاج كمان هلا رح فوتهم على الفرن هيك مشان الوقت بنسرع الوقت شايف بس هون شو بنعمل حدا انت رح تعملها لحالها بالصينيه مع الجبنه ما هيك انا رح اعملها لحالها بالصينيه رح ادوب يعني الجبنه يعني عم فكر انا لما بيكون عندنا مثل ما عم بتقول يعني نعملها طبخه مع عندنا اولاد عندنا هيك جمعه بنقدر نعمل حدا مثل رز او اي شيء ثاني مش هيك احنا عاملين البطاطا الحلوه والشامبينيون والبصل والهيدا اهم شيء لازم يكون في كاربز نعم. صنف واحد فيك تعمل رز فيك تعمل ماش بوتيتو كمان بيلبق بيوري او شيء مظبوط
كمان بيلبق لها، اكيد بيلبق لها، وبيهمني يكون في صنف من النشويات موجود. مظبوط، هيدي اساس. هون حطيت هلا ننتقل بس اعمل السوفليه كمان، فوتهم على الفرن، هيك ننتقل نعمل جرنتير بالجبنه بنكون تقريبا اكلتنا. كيف بيلحق يعمل كل هول يعمل 15 دقيقه؟ ما بصدق. لا يعني حقيقه انا تيربو بالطبخ مش لهالدرجه. لا 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 لا، سبيدي جونزاليس. نرجع بنحكي انه شو حطينا هون؟ بيض وسكر، اربع بيض، 100 سكر، بنخفقهم مع بعضهم هيك 100 سكر. دسامة اليوم، دسامة. مش غلط مش غلط، ما بيأثر. ما هيك بقول على طول انه خلص واحد ينبسط بالاكل، في احلى منها، اكل الطيب، اكل الدسم هو الاكل الطيب. عيني وين كراندا ويا ناتالي. لا اكيد بذات الوقت بدك يكون في بالانس، بدك تعملي سبور، بدك تعملي مثل بالانس بهالجمعه، تقرري اي متى بدك تاكلي. بس اوقات عن جد طيبين الاكلات الدسمين، وخصوصا بالشفويه مثل ما انت قلت، لانه عم نسمعك عم تقول اكل، بس بنشوف العضلات وبنشوف قديش كفيت شيف، بنعرف انه عندك هالبالانس كمان. اكيد، وصدقيني باكل باكل كل شيء فات، يعني ما عندي مشكله، بس بعرف انه باتزان. صح، وبعرف انه بدي اعمل سبور لانه بحب انبسط بال منعوضون بالرياضه. بحب انبسط بالاكل، بالنهايه انا شايف بدي بنبسط لما نكون عم نعمل عشاء طيب، بكون هيدا سو. كثير مهم الشغله انه لا، ولازم ناكل فات بعد الاوقات، يعني تعطينا انرجي اكيد، خاصه لازم ناكل كل انواع الاكل ولكن باتزان مثل ما ذكرت. مزبوط. وهيك نحن بنكون عم ناخذ لذه الاكل ولذه الرياضه يلي بتعطينا كمان هرمونات حلوه كثير لحتى نكون مرتاحين وبوزيتيف كل الوقت. صحيح، للحقيقه ميلانج الزبده مع البينات باتر، زدت عليهم والشوكولا زيدهم شوي شوي. هون شوكولا مر عم نحط، حاطط دارك شوكليت، ايه شوكولا مر. نعم. حاطط فوقها مثل ما حكيت البينات باتر والزبده، خلطناهم مع بعضهم كلياتهم سوا، دخلهم هيك كلياتهم سوا مع بعض على مرحلتين. بدنا ننتبه خاصه اذا الشوكولا كان حامي، ما لازم يكون كثير حامي الشوكليت مشان ما يقرش معنا بالبيض، البيض ثقيل دغري بيقرش اذا الحراره عاليه. صار عندي هالميلانج هيدا، شوفي قديه يعني قديه الشغله سريعه عم نعملها. هلا ما تقولي لي صعبه، هينه هينه. هلا هلا نحط الطحين على طول، ننخل الطحين عشان ما تغربل معنا. نخلطها كلها سوا هيك، بعد شوي برجع تقريبا برجع بقلبها بهيدا بالسباتول افضل مشان ما يرجع يموت معنا البيض، لانه البيض رافخ، ما بدنا البيض يموت معنا يقلب الميلانج، يعني بيرجع يظهر منه الهواء بينفس، ما بيقعد يرفخ معنا بالفرن، بس نحطه بالفرن. يلا ومن ثم بنحطهم بالكاسات، بنحطهم بالكاسات. فرجينا شوي ميلانج قبل ما نحطهم بالكاسات. هيك الميلانج قديه نتيجه اكيد البينات باتر والبيض اللي موجود بقلبها. دغري على الكاسه. الشوكولا ما بيكون دايب، عفوا السكر ما بيكون دايب 100%. لا دايب 100%، مشان هيك تاكدنا نحن بالاول انه نحطه مع البيض لنتاكد منه انه دايب، خفقناه مع البيض لنتاكد انه خلص دايب 100%. ومن بعدها بنترك تقريبا سنتيمتر فاضي بالبول، فيك تعبي قد ما بدك بالبول، هذا الحلو فيها بدها ترفخ. انا بفضل عبيها تطلع فوق الفخاره، يعني بهمني لما ترفخ مزبوط تطلع الميلانج فوق الفخاره 100%. يلا يلا اوكي، خلصنا اكل سريعه. لا هيديك لا، اوكي غير شيء كليا. اوكي يلا شيل الشوكولا، الشوكولا خلصنا، لكينا الديسر انتهى، بس بده حط بالفرن. قد ايه بده وقت؟ بدنا نحطه بالفرن. يلا خليها هون. قد ايه بده وقت بالفرن؟ بالفرن تقريبا بده بين 8 ل 10 دقائق. اوكي. خلي كفوف هون، بدنا نشوف الاوفن جلوفز وين حاطين لنا اياهم الشباب. هون شو؟ بطاطا الحلوه والثوم شاويينهم. هلا دغري بدنا نقلي البصل ونحطهم فوقهم. خليني فوت هالشي على الفرن. عم بسمع عم بسمع اللحمات تسمع صوت اللحمات. يلا
فاتوا على الفرن. شيف قطعنا لكينا هون البطاطا، ما بعرف قد ايه مبينين. قطعناهم كيوبز صغار، بطاطا الحلوه عملناهم كيوبز صغار. اوكي، ومع الثوم بقشره قد ايه حطيناهم بالفرن؟ مع الثوم بقشره حطيناهم بالفرن تقريبا بحدود ال 8-10 دقائق بيكونوا خلصوا. ليه؟ لانه قصيرهم مكعبات صغيره، بيمشي حالهم دغري. يلا أوكي. خليني اعمل هون. شو بعد عنا نعمل لك؟ هون بدي هلا اقلل جارنيتور. جارنيتور للحمه. للحمه صح. سؤال، اللحمه يلي بالفرن مش مضطرين نقلبها؟ هلا لانه هيدا الفرن، فرن هواء عم بيعطي تمبرتشر ستابل على كلها. اذا عندك فرن بيت اكيد، لانه الحراره عم بتكون من تحت الفرن يلي حراره بنسميه، بدك تعطيه من تحت. اذا ما بدك تقلبي بدك انه تطبخي بدك ترجعي تحمريهم من ميله فوق، لانه الستيك هالشيء دغري بتستوي. ما بدها كثير وقت معنا. يعني حسب شو نوعيه الفرن يلي نحن عم نستعمله، هيدي شغله مهمه ننتبه كيف بدنا نشتغل بكل فرن، لانه كل فرن بيعطي عن جد. في افران اذا بيبو نكزه شوي صغيره بيهرب هواء بيعطيكي غير حراره. من هيك شايف ست البيت ما بتعرف تشتغل الا بالفرن يلي عندها اياه بالمطبخ. مزبوط. يعني اذا مثلا امي اجت لعندي عندها قصه تقدر تفهم هواء الفرن وتعرف ريجلاجه وتعرف كذا. منا هينه عن جد، منا هينه ابدا ابدا عن جد. بتصير خلص بس تعرفي له للفرن ما بتعرف تشتغلي بغير فرن، خاصه تكون معوده على فرن بيتك. حتى في اشخاص بشوف بفوت على البيوت القديمه ست البيت ما عندها الحراره تبع مهر الفرن بيكون وما بتتخلى عنه. نوي بتعرف انه على هيدي البرمه هالقد بتلقط مزبوط الحراره. عن جد عن جد هيك مش معقوله. شايف كيف كل شيء بيصير هيك بيرسوناليزي بالبيت. سبحان الله. والطبخ شغله يعني في علاقه هيك بتصير بين الشخص والانجريدينتس. مزبوط. حتى والاكويبمنت سالي بالبيت. بتشوف اوقات عن جد بالبيوت لوح الفرن مهره صح وباقي ما بنتخلى عنه. مع انه انتبهي غلط لانه بتعرفي بعرف لانه للصحه الغذاء اكيد شغله لازم تتغير. حتى نحن قدام الدومين تبعنا عن جد قدام نعمل انه بتعرفي قدام ببرم من مطعم لمطعم نعمل اوبننج لمطاعم. كل ما بفوت على مطبخ بحس حالي جديد، تقدر اتعود على عده المطبخ. بدها وقت تنتعود عليه، بس ما تعود خلص بيمشي. يعني اول ما بدك تعمل اول تيستينج بتحس في كثير اشياء منها ظابطه، خصوصا بالكويسون. مزبوط، هيدي هي الشغله. بس ناخذ على المطبخ دغري نتعود. هلا هون انا حطيت البصل الكويزيت، حطيت عنق الكرات والورق تبع الكرات، حطيت الشامبينيون. اكيد حسبوا سوبرمان توني. كيف يعني بتؤمن بس بده يخلص كل هول؟ شفتي؟ سوبر شيف عم يظلمني. مش معقول 4 مينتس طيب مقبولة مع البريك وهيك بنلحن خالص. هون رح بلش نعمل الجبنة. شوفي شو رح اعمل، رح احط مبيد. كيف يدقوا لنا مزيك بهالوقت نحن عم نطبخ وهيك لايف ميوزك؟ رح احط الجبنة فوقها. حلو مع المزيك تعملوا لنا لايف ميوزك نحن عم نطبخ، والا ما في تيستينج صفر. لا اذا ما في لايف ميوزك تيستينج ما في. رانيا حطيت هون المبيد، الجبنه، جوزة الطيب شوي صغيره. اوكي بقلبها كلهم بعدني على البارد. ايه بعد ما حطيت شيء، حطيت المبيدات، الجبنه. هلا فينا نحط حصتهم واحد صغير هيك بس نكهة بيان اكرازي تنحطه مثل الفوندو، يعني كثير قريبه الخلطه للفوندو. رشه ملح، جوزة الطيب كثير مهمه فيها، ضروري نستعمل جوزة الطيب. رح احط معها الزعتر الاخضر. أيوة. كمان فوقها هيك. يلا تتكسر الدلاعة تبع الجبنة ما هيك 100%. كثير بحب الشامبينيون. كلهم ليك مش معقول شامبينيون مع رشة ملح بلا شيء ثاني، يعني شويهم على المقلة انف بكفي ريلي. لك تفيهم بشوية حامض، مع انك ما بتحب الثوم، ثوم وحامض وكزبرة مع الشامبينيون. بحب الثوم بس عندي مشكلة مع الثوم صحية يعني مش أكثر. بتعرف خلص هلا بتعرف بس انه على الارض ما صرفناها محل هي. لكينا هون خلينا نشيل هودي الغراض. هلا هون انا بدي بلش دوب الجبنه بالفرن. شو وضعنا بالفرن؟ بلشوا يرفخوا مضبوط، يرفخوا الفوندو. هون البيكن ضعنا بين الفوندو والفوندان، بلشوا يرفخوا. يلا خلينا نشيل نظبط غراضنا.
فيها ستوري ايه بيفور اند افتر شيف. فيها فيني افتح الفرن ولا ما بيسوى؟ لا لا افتحي الفرن يلا سافا. هل بيعطونا اربع خمس دقائق زياده؟ طفيتهم بشوية مبيد، يعني كمان فينا نحط مبيد وزبدة بقلبها للجارنيتور. نعم كثير محبذ ينحط الزبدة مع هذه الجارنيتور. هيك مثل ما لاحظت الإشالوت تركين العنق تبعهم كمان للمنظر، الشامبينيون أخذوا لون مزبوط، الكرات استوى، ما بدنا إياه كثير يستوي الكرات، ما بحبه كثير يستوي. يلا تحشيلهم حطهم فوق الجارنيتور. هي الجارنيتور تبعنا صارت ريدي. هون ننتقل نعمل الجبنة. يلا حطها على نار قوية دغري. هون بدي شوية نشا. نشا؟ ريحة طيبة؟ روعة. رح نبلش نحضر الجارنيتور، نجهز هالبلاتو. هلا حطوا لنا أغاني فرنسوية. بليز بدي أعزفكم. لازم. لأنه كثير هيك مود فرنشي مود. لازم أغاني فرنسوية لأنه تلبق مع. شوفي هالجارنيتور قد ايه خلص قد ايه بتعطيكي تام فرنساوي دغري. هولي للفيجن دواء. هيدي دواء دواء دواء. من دون اللحمه بنقدر نعمل هيدي الجارنيتور عن جد لحاله. للفيجيتيريان هيدي مع الجبنه. اه وللكارنيفور مثلنا كله بيمشي. كزانا قصدك مش مثلنا نحن. بعد عنا 1 مينت شو بعد لازم نعمل قبل ما نحضر للتيستينج؟ نحن ردي بدنا بس نسكب هلا نكونوا بعد حطينا الجبنه كلها تسوى. ما بنحركهم؟ ايه اجباري نحركها بس بلش تغلي. بس بلش تغلي لنحرك. بنحطها بنحركها مع الزعتر. ريحه المبيد طلعت منها مثل ما حكيت. فينا نحط شويه ثوم بقلبها. تقريبا الصوص عم نعملها قريبه لفصيله الفوندو. يعني اكيد الفوندو بعد فيها فاريتي اكثر. حلوه فصيله الفوندو. بس الزعتر غيرهم كليا هون. بيعطي الطعمه اكيد. نكهة طيبة دابت هالجبنة مزبوط. رح نخليها هلا على النار نطول بالنا مشان نرجع بعد البريك نسكبها. يلا ناخد بريك لكينا ناخد بريك وبنرجع للتيست. واتس كوكينج ووصلنا للتيستينج مع هالثلاث وصفات. يعني هن اثنين وصفه فيها اثنين ووصفه الديسير مع شيف شربل. وانضم لنا غسان يمين مع اساس ما في مش ما انا بس هو توسط لك. انا ما قلت ولا لحظه ما في. انا انت حطيتيني تحضرت ضغط نفسي. نسمع شوية موسيقى بس ما بعد ما ركبنا. شفتي شو بعرف ما لحقنا بس مشان هيك سمحت. النية موجودة. اليوم بير يوحنا قالنا انه لازم نسامح هيك نغفر. منيح اللي اجى بير يوحنا. غفرت لك. شيف شربل بونجور. شيف صباح الخير. صباح اول ما وصلت قالت لي رانيا اجواء الزاس. ايه انا حاسة حالي بالالزاس. دخلك عادة بتجيب لنا ان فيغ دو فان يا با اجوردي يا ما في. هيك بيجقورني بس هيك بيتسمسم علي انه لقطيني. ايه وما تقوليه على الهواء ثاني مره. عم تجي هيك 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 شو محتاج. اه لا هيدي اقوى شيء. يا ويلي شو هيدي اقوى خبريه هيدي. انا قلت هولي قصص. هو بيكون يعني شربل بيكون على طول هو حريص عليهم. يعني نحل ذكرتني. نحل عيب. ايه لانه هن موجودين. عيب شيف. نحل بس انا بدي اقول ذكرتيني. يا ريت وان شاء الله ومن قلبنا يكونوا كل الناس اليوم ببيوتهم اجوائهم مثل اجوائنا بالاستوديو هالقد عن جد فيها حب وفيها بسمه وفيها ايجابيه للحقيقه لان نحن بحاجه كثير لهيك شيء. عن جد الفضل لكم هيك مع كل هالفنون يلي عم بتقدموا لنا اياها غسان وشربل. ثانك يو. هذا فرح عطول. هيدا رانيا بتعرفي وهيدي البوزيتيف فايبز اللي بتكون موجوده وانت بعدين رانيا وقت واحد شيء بيوصل على الاستوديو وببلش الحديث معك دغري بتبلش اجواء البهجه. عرفتي كيف؟ بهجه على الاخر. انا شايف بحطوا الشوكه على الشمال. ايه والسكين على اليمين. ايه نادين ما تحضري حبيبتي نادين. انا شايف مطبخ يعني سكيب ذا سبارت نادين. بس وعد عن هيك هو لانه من ثاني ميل عملها. عملتها من ثاني ميل ما جرب يقلب. هو مركز على الشوكه. هو مركز على اللحمات هلا.
هيدي الامور. يلا خليني شيل السوفليه هيك الجبنه يلا عم بت عم هيدا خلينا نعقدها للجبنه على السريع يلا ونسكبها عقدنا لنا اذا شيء بس نحط الجبنه على وجه ال شايف انا بدي اسال شغله اللحمه فينا نستويها اكثر او فيك تستوي اكثر اكيد فيك تستوي اكثر انا ماني مع كثير انا تستوي بفضل انه تضل هيك جوسي فيها عصير افضل شو صعبه شو جنب. صعب الجو اليوم صعب صعب الجو رانيا اليوم رانيا انت طابخه اليوم ولا لا بالبيت؟ ايه لا لا ايه لا حسيت بنحط هيك الجبنه على وجه شتي 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 شو حكينا؟ هيدي اللحظة هيدي كثير قوية وقت بينزلوا هون أكلة الشتي بامتياز أنا معلم ولو رح نترككم شوي بعد ما رح إذا أنا ما شفت شيء خليني شيل بس من الفرن تنفرج المشاهدين السوفليات كثير حلو يعني لو كان مش طيب انا رح سامحك لانه المنظر بجنن رانيا رح تصور اللحظه رح صور ايه صور اللحظه لحظه قاسيه لانه ايه السوفلي البينات باتر من ستيك هاشيه مع فوندي فروماج وبطاطا حلوه وهيدا شيف شربل وغسان بونجور هلو مش تحكي توني يلا اسمنا اللحظات لا لا خلصنا السوفليه كثير كثير الاجواء ما بتحسي في خطيه بالموضوع لا 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 لا, لا ابدا ابدا يلا طيب خلينا نسكب على السريع بس بدي اقول لك شيء خلص وقتنا اذا بدك بلا ما نس صورت ايه صورت اوكي طيب تشيرز اول شيء تشيرز 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 بصحة الجميع للبسمة الدايمة تشيرز لكل الناس وان شاء الله بضل كل ايامكم فرح يا رب رغم من كل الظروف ونحن رح نعمل تيستينج بعد البريك توني لازم بعد البريك